وللحديث عن التداعيات الاجتماعية التي تهدد المجتمع العراقي نتيجة الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد، معنا المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة حنان عبد اللطيف من أمستردام. مرحبا بك معنا سيدة حنان. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بكم. كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية أو ما تداعياتها بالأحرى على الحياة الاجتماعية للمواطنين في العراق؟ نعم سيدي الكريم، طبعا اليوم المواطن العراقي يعيش يعني في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب أن معظم البضائع في الأسواق العراقية تباع بالدولار، والبضائع التي تباع بالدينار مرتبطة أيضا بسعر صرف الدولار، فمتى ما ارتفع سعرها ارتفعت أسعار البضائع، إضافة إلى أن رواتب الموظفين باقية ثابتة لا تتغير، بل إن الحكومة العراقية في بعض الأحيان تستقطع من رواتب الموظفين، واليوم معدل التضخم وصل إلى 5% وقابل للارتفاع إذا بقيت أسباب هذا التضخم من فساد مالي وإداري، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي تدلي بظلالها على الأوضاع العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار. فلذلك نجد اليوم أن معدل الفقر في العراق وصل إلى 50% وفق تقارير الأمم المتحدة، والحكومات العراقية لا تتحرك بشكل جدي وفاعل لإنهاء معاناة الشعب العراقي و يعني تحسين المستوى المعيشي للمواطن العراقي، أو حتى القيام بالدعم الاجتماعي للفئات الهشة. طبعا أيضا الحكومات العراقية نجدها حكومات ضعيفة وغير مسؤولة، لا تتحمل مسؤوليتها بأنها تدعم الفئات الهشة، فنجد أن معدلات الفقر والبطالة ارتفعت بسبب تفشي الفساد المالي والإداري وانعدام القرار السيادي. يعني اليوم جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق تستعين بالعمالة الأجنبية الرخيصة، والحكومة العراقية لا تعمل على تشريع قوانين وطنية تحمي العمالة الوطنية وتفرض العمالة الوطنية على الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، وهذا ما يؤدي أيضا إلى انتشار البطالة وانتشار الفقر، إضافة إلى يعني تراجع مستوى التعليم وانتشار الجهل، يعني الذي تعمل الحكومات العراقية على نشره وتنشر الأمية. ونجد أن الدولة العراقية أيضا يعني لا تقدم أو لا تتبنى سياسات وبرامج تنهض بالشباب وبالتعليم، ولا تصدر قرارات لتحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي. يعني اليوم نجد أن سعر برميل النفط العراقي يشهد ارتفاع ملحوظ، ولا زالت الحكومات العراقية تشكو من الأزمات الاقتصادية وعجز الميزانية، وتفرض سياسات التقشف فقط على المواطنين والموظفين والمتقاعدين، بينما جميع الطبقة السياسية وعوائلهم يعيشون في رفاهية فاحشة، وهذا ما جعل طبعا أن العراقيين يرون أن هناك طبقية يعني بدأت تنتشر في المجتمع العراقي وتداعياتها خطيرة، فبحيث اختفت الطبقة المتوسطة الدخل من المجتمع العراقي وأصبح لدينا طبقة فاحشة الثراء، فاحشة الثراء وطبقة مدقعة في الفقر. نعم، هناك أعداد كبيرة من حالات ومحاولات الانتحار وانتشار المخدرات، إلى أي مدى كل ذلك يقرع جرس الإنذار حول ضرورة اتباع الحكومة للسياسات اقتصادية واجتماعية مغايرة؟ نعم، نجد اليوم أن ظاهرة الانتحار بدأت تتسلل إلى فئة الشباب والمراهقين بسبب اليأس الذي وصلوا إليه،
يعني على مدى 20 عام، والمستوى المعيشي للأسر العراقية في تراجع، وحتى أصحاب الشهادات العليا اليوم عاطلين عن العمل أو يعملون بدون إجور أو بعقود يومية ولمدة 10 سنوات و 15 سنة. وما نراه من سياسات الحكومات العراقية ثابتة ولا تتطور أو تتقدم أو حتى تماشي التغيرات الحادثة في العراق والمنطقة، بل هي لا تستطيع أن تضع سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية لإنهاء هذه القضايا والمشاكل، لأنها من ناحية هي حكومات ضعيفة قرارها ليس بيدها، ومن ناحية أخرى الفساد ذخر كل مفاصلها فلم تعد قادرة على الإصلاح والتطوير والنهوض بالشعب والشباب وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبنى التحتية في العراق. نعم. في نفس الموضوع، كيف كشفت هذه الأزمة الاقتصادية عن عدم وجود عدالة اجتماعية وتوزيع في الثروات في البلاد؟ أشرت قبل قليل إلى وجود مستوى فاحش الثراء في البلد من المسؤولين وقادة الميليشيات وغيرهم، وهناك يعني شريحة كبيرة من المجتمع تعاني الأمرين من الفقر والبطالة وكل هذه المظاهر. نعم، هذه الأزمة الاقتصادية كما الأزمات السابقة التي عاناها العراقيون فضحت فساد وسوء تخطيط أحزاب السلطة الذين لطالما تشدقوا بالإصلاح والتعمير والتغيير وإنهاء الفساد وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والوظائف والمساكن الشعبية، يعني وقبل هذا كله الأمن. فبالرغم من إعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية وانتصار الحكومة على تنظيم داعش الإرهابي، لا زال الإرهاب الذي يراد له أن يظهر في مناطق ومحافظات معينة بين الحين والآخر ليقوموا بعدها بتهجير السكان المحليين لهذه المناطق واعتقال الشباب بأسباب كيدية أو لابتزاز أهاليهم ومصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم والتسبب بتعريض عوائل جديدة للنزوح والفقر. يعني لليوم عندنا 500 عائلة من قرى نهر الإمام في ديالة جرى تهجيرهم في أكتوبر 2021 لم يعودوا إلى مناطقهم وقراهم، ومثلهم أمثال من محافظات أخرى. فاليوم نرى أن الحكومات العراقية المتعاقبة متورطة بنشر الفقر وتهجير العوائل ويعني والتسبب بارتفاع هذه الظاهرة، ظاهرة الفقر في العراق. شكرا لك أستاذة حنان عبد اللطيف، المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من أمستردام.